قلت بان مقابله كنا تنتظرها تكون قويه حكم قيمه الخصم المفاعل مرحله الفراغ اللي تعيش كذلك تذكر في النتائج. احنا من جانبنا كنا تنعرف بانها مقابله لن تكون حاسمه لكن نقاط ديالها كانت مهمه، يعني استعدنا بما فيه الكفايه، اظن بان قراءتنا الخصم كانت جيده، اجبرناهم ما مره باش يعتمدوا على اللعب الطويل الذي لا يناسب اسلوب لعبهم، هذا من جهه. من جهه ثانيه كنا حاضرين في الثنائيات في النزالات اللي هي بوكو دامباكت، دليل بانه كانوا صفروا بزاف الاخطاء، كانوا بطائق صفراء، كانوا بطاقتين حمراوتين كذلك، تهما اللي بعثروا يعني ابخي زعما الكارتون روج ديالنا. حنا كانوا فراغات، مي على العموم تتبقى نتيجه يعني زعما عادلة نظرا للمحتوى ديال المقابلة وما قدمه الفريقان. وبالنسبة لنا كان نقطة من الناحية الرقمية، وخصنا إلى خدينا بعين الاعتبار كذلك نتائج الفرق المنافسة التي هم أمر النزول فهي نقطة مهمة، ولا خدينا بعين الاعتبار كذلك ما المباريات المتبقية لكل فريق، أظن بأنه كنا تنقلبوا على الفوز، أظن بأنه حتى في مستودع الملابس كانت لن اقول حسره، لكن زعما لا كرون جوا ما كناش فرحانين بهذه النقطه، مي ا تيت بروبوزي زعما بحكمه وبتبصر حتى النقطه كانت ايجابيه غادي تنفعنا في يعني في الحصيله الرقميه النهائيه مننا نهايه الموسم. اظن بانه المقابله تاع الرجاء كانوا فير بلاي، يعني احترموا مبدا تكافؤ الفرص، لعبوا بجديه كبيره، ما كانوش فرص كثيرة، وكانوا زعما ما كانش تهديد حقيقي على المرمى، محاولتين زعما سانحات يعني اللي زعما اللي كانوا يسجلوا منهم أهداف للفريقين، الحارسين كانوا حاسمين كذلك في تحقيق النتيجة. سيناريو المقابلة يعني لم يكن منتظرا من الجانب ديالنا، يعني خروج اضطراري ديال كياني بعد الاوراق ديالنا، كذلك البطاقه الحمراء، البطاقه الصفراء اللي خدا بوكسير، كنا تاوبليجي باش مابقى شو هو تيخدم في واحد المنطقه اللي فيها بوكو دو دويل، بوكو دو نزالات، خفنا عليه ياخذ كارتون روج، كانوا لاعبين اخرين كذلك اللي عنده سبعه بطاقات صفراء كان تيلعب باحتياط، مجموعه من الامور يجب تدبيرها، اكراهات نعيشها بشكل يومي، وفوالا كنا بخير لربعه المقابلات الاخيره ان شاء الله. سبب رئيسي بصراحة الشركة الإسبانية سبب رئيسي سبب وي مي فو الإعلاميين ما تتكلموش على هذه النقطة هذه زعما افيك تو مي ريسبي. حنا باش نذكركم ملي جبتي معايا هذه النقطة ما عنديش لا لونغ دو بوا لغة الخشب ما عنديش لعبنا بعدها ملي كنا تنلعبوا تولي كات جور كنا تي بيرفورمون ومسارنا كان تصاعدي. آخر مقابلة لعبنا كونتر بركان في 19 أفريل ومن بعد جاء عيد الفطر ومن بعد توقفنا وانتظرنا اسبوعين ولعبنا مقابلات وجده، والان انتظرنا اسبوعين وتلعبوا مقابلات الرجاء. سي اون فورجون كون دوفيان فورجون، ملي غتجينا التنافسيه الا ما لعبناش على الاقل مقابله كل اسبوع، هذا من جهه في الوقت اللي تنتكلموا فيه. انا اجهل وانتم تجهلون كذلك، متى شنو هي الدوره المقبله؟ متى ستبرمج؟ واش ننتظروا الوداد يسالي وكاع يفوزوا بعصبة الاوطان ان شاء الله وهذا ما نرجو؟ ولا سما نورمال الشركة الإسبانية خصها تحترم المدربين تحترم الأطقم التقنية. إلا بغيت ندخل معاك شوية في لي ديتاي، دابا في كل أسبوع ميكرو سيكل كيفاش توجد؟ دابا حنا في نهاية الأسبوع ديجا في الحمولة ديال التدريب، ميتي فوا ما بلاص نعطيه يوم راحة ولا نعطيه يومين بالضبط؟ أنا تنستشر معاك شحال نعطي؟ واعتمادا على عاش هذا من جهة، واش نديرو مقابلة إعدادية مقابلة ودية نبرمجوها أو لا؟ واش ندوبليو لا سيونس كاين شي نهار نديرو فيه صباح مساء؟ كل ما طيات يعني الشركه الاسبانيه تدفعنا الى العمل بشكل عشوائي. ما عندناش عمق في دكه الاحتياط من ناحيه ديال ايقاع المنافسه او وقت اللعب، نظن بانه انا منذ التحاقي في مرحله الاياب لقيت بعض اللاعبين اللي كانوا تيلعبوا توقفوني اللعب، لاعبين اخرين خذوا المكان ديالهم، مساله عاديه. لاعبين اخرين كذلك بقاو في دكه الاحتياط منذ بدايه الموسم، ما يمكنش يكسبوا التنافسيه ببضع دقائق كل مقابله او بالجلوس على دكه الاحتياط. لكن اظن بانه زعما بالغياب ديال فالكياني ما عنديش لو رابور دو ميدسان زعما نقدروا تقدر تكون الاصابه ديالو خفيفه، ما عنديش تقرير ديال الطبيب، لا اظن بانه تكون مساله عاديه في نهايه الموسم تكونوا اصابات
أعطى لي مسألة عادية، مسألة عادية كثرت المقابلات، لكن هونورار زعما غادي يكون عندنا وقت كافي أظن بما أنه الملاعب منشدة الأسبوع الحدود هاد الساعة اللي تنتكلموا فيها، غادي يكون عندنا وقت كافي لاسترجاع الطراوة البدنية وللتفكير في اللاعبين القادرين على لعب مباراة. Thank you.